علشان نكون متفائلين، وأنا ليس هدفي أنه أهاجم أحد ولا أنه أغلط على أحد، هدفنا الإصلاح والتطوير، وليس الهدف. وإحنا نعرف أنه هذه الأمور ما حتتغير بين يوم وليلة. تغيير أنظمة النفايات والقمامات والتخلص منها في العالم العربي ما حيجي كذا بين يوم وليلة، أنه تتغير وتطور الأمور. اليابان أخذت سنين، ولكن ما نريده وما نتأمله من المسؤولين، يا إخوان أرجوكم ضعوا أهداف. من حق الناس أنه ما يعيشوا في مزابل، معليش سامحوني، يعني من حق الناس أن تحيا حياة كريمة نظيفة. سنة التغيير التدرج، وإحنا عارفين، ولذلك نطلب منكم أن يحصل هذا التغيير وإن كان بالتدريج، ونطلب منكم أن تشركونا بخططكم. Thank you.